هو مشهد يعني يخيم على جميع الأردنيين قاطبة دون استثناء، لأنهم عاشوا الحدث 30 يوم وهم يعني في شوق أنه يعثروا على هذا الشاب، أولا يعثروا عليه حيا، لكن قدر الله وشاء أنه أفضل إلى الله سبحانه وتعالى ويكون يعني على الحال اللي رأيناه. يعني اليوم يخيم الحزن على أهل المتوفى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأن الموت قضاء الله وقدره، تتعدد أسبابه والموت واحد. فنسأل الله تعالى له الرحمة أن ينزل على قبره الرحمات وأن يوسع عليه في قبره، ويجعل ما مر به من حادثة الغرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد، أن يكون هذا سببا موجبا لكونه شهيد وسبب موجبا لدخوله الجنة. ويعني مرة أخرى نشكر المجتمع الأردني كله قاطبة بأجهزة الأمنية وبالشعب كان سواء كان اللي نزلوا على الميدان للبحث بأدوات بسيطة أو اللي حتى في بيوتهم كانوا يعني يناصرون بالدعاء. نسأل الله أن يعني يجازيهم خيرا ويثيبهم خيرا. حمزة ما بنتسى، حمزة عاش طول عمر معنا وعاش مع أهلنا، عاش مع الناس اللي كانت معنا. حمزة في كل حياتنا له بصمة، في طلعتنا، بجيتنا، بضحكتنا، بلمتنا، في كل مكان نلاقي فيه حمزة. حمزة عمره ما راح ينتسى، حمزة دائما في قلبنا وعمرنا ما راح ننساه، ما له ذكرى معانا. حمزة كل لحظة فينا ها بنعدي من أيامنا عايش معانا، عمرنا ما راح ننساه، ذكرياته راح تظلها في راسنا وبالنا وبحياتنا كلياتها. الله يرحمه ويغفر له، وزي ما قال لك إياد إنه هو صاحبنا وابن حارتنا من زمان، وإله بصمة بالكل، كان يساعد الكل، كان يروح يجمع الكل، يساعد الناس، يساعد المرأة الكبير، يساعد الولد الصغير، أي حدا بالطريق ماشي يساعده، بيعرف وما بيعرف، كان يساعد كل الناس. الله يرحمه، له بصمة كبيرة في حياتنا، كثير كبيرة. إحنا أصحابه يعني ما كانت تصير يعني أي لمة أي طلعة إلا يكون هو موجود. قبل ما يتوفى بساعة أو قبل ما يصير الحادث بساعة ساعة ونص كان حاكي معنا كلنا، وكان اتفاق على صلحة كبيرة مع شباب أصحابه، لما أصحابه كان راح تصير صلحة كبيرة على أثره. وبعد نص ساعة ساعة إلا من آخر تلفون حكى معانا أنا وإياد أجانا الخبر إنه وصار اللي صار، عرفت علي؟ بس حمزة يعني مش عارف شو أقول، بس إله بصمة في حياتنا كبيرة، عرفت؟ إحنا خص نص أصحابه، بساعد الكل، بمزح مع الكل، يعني كل إشي بيعمل، كل إشي، أي إشي بتتصوره كان يساعد الناس كلها. كثير كويس مع كل الناس، مع قرايبه، مع الغريب قبل القريب. الله يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا إحنا. بوجه رسالة للمسؤولين، يعني الجسر هذا هي حمزة الله يرحمه، يعني بكرة بيجي غير حمزة واللي بعد حمزة، المفروض المسؤولين يعني يشوفوا يحلوا المشكلة هاي، مشكلة الجسر. يعني ما بصير الحكي هذا، كل مرة صير نسمع كوارث، يعني الشاب زي الورد هيك يروح، هو قضاء وقدر، بس برضه في أسباب، يعني في أسباب، يعني المفروض إنه جسر من أول قبل ما يكون في شتاء يعملوا صيانة يتأكدوا. حرام هيك يعني أرواح زي هيك شباب زي الوردة تروح. وبس هاي بدي رسالة أوصلها للمسؤولين.